نقول لكم ان بطبيعه الحال بعد فوز الامس انهالت كل التهاني على النادي الاهلي، وكان طبعا من ضمنهم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي وجه التهنئه للاعبي النادي الاهلي ومجلس الاداره على الفوز اللي حققه الفريق خارج ملعبه على منافسه فريق الوداد البيضاوي المغربي بهدفين مقابل لا شيء في مباراه الذهاب بنصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. اعرب السيد الوزير عن خالص تمنياته للاعبي النادي كمان الزمالك في مباراته المرتقبه اليوم ان شاء الله امام فريق الرجاء المغربي في بطولة أفريقيا، والتوفيق لنادي بيراميدز في مباراته أمام الفريق الغيني في منافسات كأس الكونفدرالية. كلام محترم وجميل. نروح بقى مع حضراتكم بعد كده، وطبعا لازم نقول كل سنة واحنا جميعا بخير. امبارح والنهاردة بدأت عودة الطلاب للمدارس والجامعات. خلينا نقول كده نصيحة في البداية، ودي نصيحة يعني الخبراء حتى هم اللي بيقولوها، خلي الرياضة دايما جزء من يومك، يعني وانت في المدرسة جزء من يوم ابنك من اخوك، او في الجامعة امشي كتير على قد ما تقدر، حتى لو الجامعة او المكان او العمل مكان مقر العمل حتى لغاية المقر ده، يعني أعتقد الرياضة أو الحركة فيها بركة زي ما بيقولوا. صحيح. المشي مهم جدا. امبارح كان في حاجة بقى بمناسبة الكلام اللي احنا بنقوله ده لفتت نظري في البداية، وهي جولة الدكتور هنا خالد عبد الغفار. لو انت تابعت برضو الصورة دي والمشهد ده امبارح يا كريم، وزير التعليم العالي طبعا والبحث العلمي كان في جامعة القاهرة. اللافت هنا ان الوزير شارك طلاب الجامعة جامعة القاهرة في لعبة تنس الطاولة زي ما حضراتكم شايفين. ده كان حماس كبير جدا من الطلاب، كان في تفاعل كمان مع الوزير اثناء ممارسه اللعبه، ودي حقيقه خلينا نقول حاجه محترمه وحاجه جديده برضو، مشاهد بنشوفها على السنوات الماضيه بشكل اعتقد ما كناش بنشوفها زمان. كان دايما يعني الستيريوتايب بتاع الوزير ان هو حد ما بنعرفش نتكلم معاه، ما بنعرفش نتعامل معاه. دلوقتي الموضوع مختلف جدا، مش بس دلوقتي بقى، يعني سنوات كمان على مدار سنوات الموضوع اصبح مختلف، بقى فيه تواصل بشكل كبير، ودي حاجة جميلة ان احنا نشوف وزرائنا دايما بيلعبوا كمان رياضة وبيشاركوا في ماراثونز، ودي يمكن شفناها قبل كده برضو مع سيادة الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. عايزين نقول كمان او نشوف كل بلدنا هنا وكل مسؤولين ومواطنين وطلاب بيمارسوا الرياضة، واللي هي المفروض تكون جزء من حياتنا. يمكن كل يوم احنا انا وكريم يعني بنتكلم على النقطة دي تحديدا، فنتمنى ان هي على ارض الواقع تطبق يعني ان شاء الله. طبعا الاهلي كالعاده مشرفنا، مين كمان بقى مشرفنا وبل ومصيطنا على الصعيد العالمي؟ طبعا مو صلاح نجم مصر ونجم العرب محمد صلاح اللي دخل بالفعل نادي المئة في ليفربول بعد تسجيله لهدف في شباك ايفرتون. طبعا ده كان ضمن منافسات الجوله الخامسه من مسابقه الدوري الانجليزي، وبالهدف ده بالتحديد اصبح محمد صلاح هو اللاعب رقم 17 في تاريخ ليفربول اللي بينجح في تسجيل 100 هدف بقميص الفريق. خاض ليفربول 5 مباريات في الدوري الانجليزي هذا الموسم حتى الان، فاز خلال هذه المباريات في 3 مباريات منهم، تعادل في لقاء وايضا خسر لقاء. هو خلينا نقول برضو طبيعي جدا بعد الهدف المئة لصلاح زي ما كلنا تابعنا ان هو يتصدر هنا ترند موقع التواصل الاجتماعي تحديدا تويتر، واحتفلت جماهير الكرة المصرية بهدف صلاح المئوي في الدوري الانجليزي، مشيرا في تعليقاتهم عن مين كان يصدق ان لاعبا عربيا سيلعب في البريميوم ليج ويسجل يوما 100 هدف للنادي التاريخي كليفربول، وسيبقى بهذا الثبات كمان في العطاء. انجاز طبعا خلينا نقول عظيم ومصدر فخر دايما ما يفعله حقيقي محمد صلاح.